شدوا الرحال إلى الأمن واستقبلوا البيت الحرم شدوا الرحال إلى الأمن واستقبلوا البيت الحرم فالمسجد النبوي في مدينة الأنصار فالمسجد النبوي في مدينة الأنصار والمسجد الأقصى الذي وصى النبي به الكرام شدوا الرحال إلى الأمن واستقبلوا البيت الحرم شدوا الرحال إلى الأمن واستقبلوا البيت الحرم فالمسجد النبوي في مدينة الأنصار فالمسجد النبوي في مدينة الأنصار والمسجد الأقصى الذي وصى النبي به الكرام صلى به في أمة كانوا مصابيح الظلام خيرة مأمومة ورسولنا كان الإمام صلى به في أمة كانوا مصابيح الظلام خيرة مأمومة ورسولنا كان الإمام صلى به في أمة كانوا مصابيح الظلام خيرة مأمومة ورسولنا كان الإمام عليهم من ربنا وعليه مبور السلام شدوا الرحال إلى الأمن واستقبلوا البيت الحرم شدوا الرحال إلى الأمن واستقبلوا البيت الحرم المسجد النبوي في مدينة الأنصار المسجد النبوي في مدينة الأنصار والمسجد الأقصى الذي وصى النبي به الكرام ثلاثة لها فقط يشد من حسب كلام حديث خير الأنبياء محمد خير الأنام ثلاثة لها فقط يشد من حسب كلام حديث خير الأنبياء محمد خير الأنام مساجد فيها الأجور تكاثرت وكذا القيام شدوا الرحال إلى الأمن واستقبلوا البيت الحرم شدوا الرحال إلى الأمن واستقبلوا البيت الحرم فالمسجد النبوي في مدينة الأنصار فالمسجد النبوي في مدينة الأنصار والمسجد الأقصى الذي وصى النبي به الكرام رحم وأنحام تواصف في الحجاز وفي الشام سبحان من أسرى بعبد الله والناس نيام رحم وأنحام تواصف في الحجاز وفي الشام سبحان من أسرى بعبد الله والناس نيام من مكة للقدس في ليل تكلل بالسلام شدوا الرحال إلى الأمن واستقبلوا البيت الحرم شدوا الرحال إلى الأمن واستقبلوا البيت الحرم فالمسجد النبوي في مدينة الأنصار فالمسجد النبوي في مدينة الأنصار والمسجد الأقصى الذي وصى النبي به الكرام عرج النبي إلى السماء منه وتم له التمام في ساعة بلغ الحبيب منازل السبع العظام عرج النبي إلى السماء منه وتم له التمام في ساعة بلغ الحبيب منازل السبع العظام صلى عليه الله ما غنت على أيك حمام شدوا الرحال إلى الأمن واستقبلوا البيت الحرم شدوا الرحال إلى الأمن واستقبلوا البيت الحرم فالمسجد النبوي في مدينة الأنصار فالمسجد النبوي في مدينة الأنصار والمسجد الأقصى الذي وصى النبي به الكرام شدوا الرحال إلى الأمن واستقبلوا البيت الحرم شدوا الرحال إلى الأمن واستقبلوا البيت الحرم فالمسجد النبوي في مدينة الأنصار فالمسجد النبوي في مدينة الأنصار والمسجد الأقصى الذي وصى النبي به الكرام والمسجد الأقصى